بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 133. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده ما يصلح دينهم ودنياهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي بين للناس ما أنزل إليهم من ربهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتحدث إليكم في هذه الحلقة إن شاء الله عن أحكام المواريث امتداداً لحديثنا في الحلقات السابقة، وقد انتهينا فيها إلى باب التعصيب، فليكن ذلك موضوع حديثنا في هذه الحلقة. فالتعصيب لغة مصدر عصب، يعصب تعصيبا فهو معصب، مأخوذ من العصب بمعنى الشد والإحاطة والتقوية، ومنه العصائب وهي العمائم. والعصبة في الفرائض جمع عاصب، وهو لفظ يطلق على الواحد، فيقال زيد عصبة، ويطلق على الجماعة فيقال رجال عصبة. وعصبة الرجل قرابته من جهة أبيه، سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به. وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به، فالأب طرف، والابن طرف، والأخ جانب، والعم جانب، ومن ثم قيل لهم عصبة. وقيل سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض من العصب، وهو الشد والمنع، فبعضهم يشد بعضا ويمنع من تطاول الغير عليه. والعاصب في اصطلاح الفرضيين عرف بتعاريف من أحسنها أنه من يرث بلا تقدير، لأنه إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالقسم الأول وهم العصبة بالنفس هم المجمع على إرثهم من الرجال إلا الزوج والأخ من الأم، وهم 12: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب وابناهما وإن نزل، والعم الشقيق، والعم لأب وإن علوا وابناهما وإن نزل. القسم الثاني العصبة بالغير، وهم 4 أصناف. الصنف الأول: البنت فأكثر مع الابن فأكثر. الصنف الثاني: بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، إذا كان في درجتها، سواء كان أخاها أو ابن عمها، أو مع ابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه. ودليل هذين الصنفين قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه الآية الكريمة تناولت الأولاد وأولاد الابن. والصنف الثالث: الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر. الصنف الرابع: الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. ودليل هذين الصنفين قوله تعالى: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فتناولت الآية الكريمة ولد الأبوين وولد الأب، فهؤلاء 4 من الذكور: الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب، ترث معهم أخواتهم عن طريق التعصيب بهم. أما من عداهم من الذكور فلا ترث أخواتهم معهم شيئا، وذلك كأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام.
القسم الثالث من أقسام العصبة العصبة مع الغير، وهم صنفان. الصنف الأول الأخت الشقيقة فأكثر، مع البنت فأكثر، أو بنت الإبن فأكثر. الصنف الثاني الأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر، أو بنت الإبن فأكثر. وهذا هو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنات أو بنات الإبن. ودليلهم ما رواه الجماعة إلا مسلما والنسائية أن أبا موسى رضي الله عنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف، ثم قال للسائل ائت ابن مسعود. فلما أتى السائل ابن مسعود وسأله وأخبره بقول أبي موسى رضي الله عنه، قال ابن مسعود لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. هذا والعصبة بالنفس من انفرد منهم حاز جميع المال، لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فورث في هذه الآية الأخ جميع مال أخته، وينفرد العصبة بالنفس بهذا الحكم، ويشارك بقية العصبة في أنهم إذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وإن لم يبق شيء بعد الفروض سقطوا. هذا وللعصبة جهات ست: جهة البنوة، ثم جهة الأبوة، ثم جهة الأخوة، ثم جهة بني الإخوة، ثم جهة الولاء. والولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. وإذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات أربع: الحالة الأولى أن يتحدوا في الجهة والدرجة والقوة، وحينئذ يشتركون في الميراث كالأبناء والإخوة الأشقاء والأعمام. الحالة الثانية أن يختلفوا في الجهة، وحينئذ يقدم في الميراث الأقدم جهة كالابن والأب، ويقدم الابن في التعصيب على الأب، لأن الابن في جهة البنوة والأب في جهة الأبوة، وجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة. الثالثة أن يتحدوا في الجهة ويختلفوا في الدرجة، كما لو اجتمع ابن وابن ابن فيقدم الابن على ابن الابن لأنه أقرب إلى الميت. الرابعة أن يتحدوا في الجهة والدرجة ويختلفوا في القوة، بحيث يكون أحدهم أقوى من الآخر فيقدم الأقوى، كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فيقدم الأخ الشقيق لأنه أقوى لإدلائه بأبوين، أما الأخ لأب فهو يدلي بالأب فقط. والله أعلم، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.